وعانت أطفال المدارس مع الحقيبة المدرسية مشكلة تؤرق تلاميذ المرحلة الابتدائية وخصوصا السنة الأولى والثانية ابتدائي، إذ يضطر تلميذ في السنة الأولى ابتدائي لحمل 6 كتب بالإضافة للأدوات الأخرى. عندما أخرج من البيت المحفظة ثقيلة وفيها كتب كثيرة وإنها تؤثر على صحتي. أتمنى في السنة القادمة أن تقلل من الكتب. إن إصلاح المنظومة التربوية بحاجة إلى التفكير في جميع جوانب العملية التعليمية. سمعنا أن الجيل الثاني هذا من إصلاح المنظومة التربوية راح يقلل من عدد الكتب والمناهج قاعد تتقلل بصفة عامة. نتمنى أنها تكون فعالة إن شاء الله في الموسم القادم، وهي مبادرة جيدة مشكورة عليها الوزيرة والوزارة كاملة. إن شاء الله نتمنى أنها تتجسد على أرض الواقع. وحسب المعلومات التي تحصلت عليها الشروع، فإن وزيرة التربية اجتمعت مؤخرا مع لجنة كتابة المناهج للشروع في طبع كتب جديدة بالنسبة للدخول المدرسي القادم، وهذا من أجل توحيد الكتب المدرسية في كتاب واحد بالنسبة للغة العربية والتربية الإسلامية والتربية المدنية، وكتاب ثاني يجمع الرياضيات والتربية العلمية والتكنولوجية، وهذا بالنسبة للسنة الأولى والثانية ابتدائي للتخفيف من حمولة الحقيبة المدرسية.